أتحداك الشواية البطل. فينكم عيال؟ الشواية أطرق من مطبي بالسحور. والله أنا على كيف كيفك. يا شكش قم الحق ابن الحلال، ترى باقي نص ساعة على الأذان. حاج الصص خلوه نايم يا رجال. هو قال لأحد يصحيني صراحة، هو حاط المنبه على قبل أذان بخمس دقائق ويقول بس حطوا عندي الموية عشان يشربها. بعدين عيال ما تحسون أطفشنا من الروتين؟ الفطور الجيمات وسمبوسة والسحور كبسة. أحمد ربك غيرك ما حصل هالنعمة ذي. حامدين ربنا من قبل ما نشوفك، ما قلنا شيء، بس انت غير روتين. ولا يهمكم يا شباب، أنا عارف لكم فندق فخم الفطور فيه في رمضان شيء، بزبطكم فيه. كفو، تستاهلون يا عيال، تستاهلون يا أصدقائي. خلاص أجل الوعد بكرة العصر إن شاء الله، ونروح بسيارتي. الحمد لله الذي أطعمنا سقانا من غير حول ولا قوة مني. يلا يلا أنا بالسيارة. بسم الله وأنا معك. ماشي يا عبسي. أوكي. استمتع بالنوم مع تحيات تركي. الحمد لله. يا أخوي اشرب. إيش دخلك؟ أقول اشرب اشرب يا أخوي، خلنا ننزل. ما هي بشارب الحين. هذا نظامك. يو يو، معقولة؟ معقولة مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة وترند بعد؟ والله كفو. طيب خلينا نسمع أحلى صوت. أيوة يا قلبي. أها لا لا لا، أمانة أمانة، لا لا تضحكين، تكفين لو تنعمين صوتك، تكفين عشان ما ينجرح صيامنا. أها أيوة، وين وصلتي؟ أي جزء الحين؟ أنا لا باقي شوي. الله يجزاك خير وياك يا قلبي. أتحداك يا شيخ. بدري عليك بدري. نمزح بلاي ستيشن، نمزح بلوت، في الصيام ما نمزح. وربي عيب والله عيب. مشغول يا سليم. الله يعافيك. الله يعافيك. مكرونه او اذا حبيتوا حتى ممكن نتقدم. ابغاك تبدي شوف مكرونه بيتزا للتقديم، محاشي، سمبوسه، لا تخلي شيء، لا تخلي شيء، زين؟ ابغى شوربه وفيها قطعه لحم، طبق لذيذ ورائع، وزبطي لي السفره. وشفتي هذا؟ شفتي هذا قاعد تطبخونه؟ ابغى منه بعد، كثري منه، زين؟ لا تخلي شيء يفوت. الله يرضى عليك. ابشر يا ابو ياسر، انت امر امر من عيوني. الله يخلي لي عيونك. اعزائي المشاهدين، طبق الكفته كثير مشهي ولذيذ. فردوس وراكي شغل واجد. ابو ياسر يبي مكرونه وشوربه باللحمه وفطاير ومحاشي وبيتزا ان شاء الله. ماما خلاص يعني روح الصاله ارتاحي، انا بسوي كل شيء. خليني اساعدك يا بنتي، انت تعرفيني انا ما احب القعده، احب اشتغل. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافيه. هذه الاغراض والنبوس اللي طلبتوها. يلا الله الله الله، بالفطور الزين ولا يزيد عن الحاجه. ابشر يبا، انت امر امر. يعطيكم العافيه. الله يعافيك.
رمضان يا رمضان يا شهر الغفران يا رمضان أحلى شهور رمضان رمضان يا الله يديك الصحة والعافية يا بشكوش. كان نفسي أنا اللي أطبخ اليوم والله. الله أنت عافيك ويسعدك يا ستة الكل. انت روحي اليوم وارتاحي واحلى فطور هتاكليه من يد ابو شكش. انت بس اشتي اموري حبيبي. يا ابو شكش بعد اذنك انا مره مشتهيه منتو اليوم من يدك. بس منتو انت لو تبغى عيوني اعطيك عيوني هسوي لك احلى منتو لاحلى زوجه وغاليه لي ام شكش. ابشر ابشر. تسلم يا حبيبي. بس على مالك على مالك. صلي على النبي. روحي الصالون وانا اجهز احلى منتو. رمضان يا رمضان يا شهر الغفران. الله يجازي اللي كان السبب. بس كمان متصل. هلا خير. افا يا شوشو وش فيك؟ ايش فيك زعلان؟ ليش زعلان؟ بلا فشكالكم كلكم، ليش سحبت علي؟ كنت احسبك نايم صراحة وما يعني ما كنت ادري صراحة، بس عاد كيف بس انت لحقت تشرب مويه قبل الاذان؟ يا ابوي ما يجي يا ابوي، الصيام ما في لعب، يا رمة. وش اللي رمة؟ شو الاخلاق دي يا ابن الحلال؟ يا سيدي تعيش وتاكل غيرها. ولا يهمك، راح أعوضك، راح أعزمك في أحلى أحلى فندق على الفطور. آمر بعد. ما تسويها حبيبي. أجهز، أنا عازمك وعازم العيال كلهم زين. ياسر راح يمرنا كلنا ونروح على الأوتيل هناك. يلا أجهز. أبشر يا أبوي أزهمها. ايه تعال شكو شكو تعال تنزل معنا جاد. انت يا اخي لبسك يفشل. لبسك يفشل من زين شماغه قدام كوبرا اللي بتطير من راسك. اجل لا تقعد جنبي في الفطور. ها ايه تعال 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 تعال. ايه يا عم الدعوه تراها تجسيم وشغل اتيكيت، مو بلبس ذا السواق اللي كنا منحاش من كفيله. جاك ولا جاي تشخص؟ ايه هو صادق، اللبس هذا تلبسه بالكرانتينا بغليل بالهندويه مو بعندنا بالرياض. يلا يا ولع السياره انقلع انقلع. ربي لا اكل معاكم. كيف؟ وش ذا المكان البطل يا تركي؟ اتحداك يا الفخامة. اوف اوف وش المكان الرهيب هذا؟ اركض يا ورع اركض. اقول يا شباب اخلصوا خذوا اكل قبل ما يذبل بسرعة بسرعة ما بقى الا شوي. يلا دلعوا انفسكم يا عيال. خلاص عيال انتم روحوا جيبوا الاكل وانا بحجز لكم الطاولة. ها ابشر بعزة. لا تنسى حسابي في الاكل يا حلو. هلا بالعيال. ايه يا ابو الشباب ترى الكباب يجيب مغص بعد الفطور. ايه ما يصلح. اوف 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 اوف. بتخلص انت علينا الفطور؟ المحاشي ما تشبع عليك بالرز. ادعس يا بطل. قسقس هذا وشو؟ امشي 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 معنا جالسين. تعال يا ابن الحلال فضحتنا. خلنا دام جينا خلنا افطر خلاص يا بنت الحلال. بعدين هذولا غالي ب200 ريال الواحد، وبعدين جالين نزرجن فلوسي انا ولا واجن علي لي كنز. اسكت فضحتنا لا حد يسمعنا. خلنا نفطر خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. امشي امشي نبي نبكنا العيشة. العالم قامت تخترش. امشي امشي. هاي سنابيون. هاي. اليوم أنا ورنوش نفطر سوا. سي هاي رنوش. هاي. هاي. على فكرة ترى سنابة مرة حلوة. ثانكس. بس بتكون أحلى لو شفتها على جوالي. جد؟ ممكن تعطيني سنابك؟ ياسر ياسر تبي عصير أحمر ولا أصفر؟ فش الكلب.
وش ده يا كافي وراه كذا هو؟ شكله صايم يومين متواصلين. بعدين ايش علينا منه؟ خلنا ناكل هنا بس. والله كمل كمل. الحقيقة أنا من زمان ما صمت في الرياض، بس الصيام هنا صراحة له طعم ثاني. اي والله صادق، خاصة مع لمة الأهل والأصحاب. اوه لمة الأهل والأصحاب صراحة. للأمانة أنا يعني جربت أصوم في باريس، في فرنسا، في ذا الحدود، في كذا دولة عربية. نفس الكلام اللي صار معي لما كنت مبتعث في ملبورن. وين مبتعث؟ ملبورن. اه ملبورن قلت لي. بس للإنصاف أنا أقول لك إياها، أفضل مكان تصوم فيه بعد السعودية مصر أم الدنيا. أوه عاد كذا لو تفطر على النيل. كلام صادق يا بكاش. أقول لك حرك السيرة بس وروح أجلس هناك، ترى الشيء ده حتى المزاحمية ما تعداها. صح لا كوع طيب لك في وجهك. شوف قلة الأدب. اسمع اللي كنت أتكلم هذا كان ولد عمي مو بنا الحقيقة. ياسر شف الله ياخذ العزوبية. حسبي الله عليك، صكيت ام عين، اذكر ربك ابن الحلال. والله ما قصدت، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يلا خلنا نقعد هنا. لا ما تقعدين هنا، فيه يمين رجال وورانا رجال ويسارنا رجال، تبيهم يشوفونك. تعبت انا ابي اقعد، خلنا نقعد في مكان ناكل ابن الحلال. والله ما تاكلين قدام الرجال وانا حي، تبيهم يشوفونك وانت تلغين تبلعين. يا الله يا جالك ما تحدرينه. طيب وش السوات الحين؟ السوات امشي معي امشي. يا بكرتي وين جفتي مني تردني اذفى على ليلو. بقي يقطع انفسي، خلينا نكمل فطور. تبين كباي؟ بالعافية. علاش ما تحدرينه؟ يلا يا فردوس خلصي المواعين وثم نغفي البيت وبخري وجهزي الشاي والقهوة لأبو ياسر، أنا بروح أصلي التراويح. طيب يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تقبل الله منا ومنكم. الله يكبر من الجميع. آمين. أقول يا عامر وينك وأنا أبوك اليوم ما جيت البطول؟ أبد يبا، كنت معزوم في فندق. وليش ما علمتنا؟ على الأقل ما حسبنا حسابك ولا يزيد الأكل وأنا أتعب. ما أنت بعاقلة يا منال العالم. قال إيش؟ قال عشان ما أتعب. تبى تستحي على وجهك؟ بدل ما تقول لها يا وخيتي الله يعطيك العافية، قاعدة من الظهر تطبخ وتنفخ وحضرتك من سدح نايم لما المغرب. هذا واجبها يمه. بعدين خلاص الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية. وش تسوي هي وش تسوي؟ كلها سمبوسة والقيمات وتحطها بالزيت خمس دقائق وتطلعها تعطيني إياها. مشكور والله يجي منك. النشبة دايبي. هلا والله أبو الدلع. هلا عامر، اخبار علوم؟ الحمد لله بخير، يا وحشنا انت. على طاري وحشنا، تراي اباجي للرياض باتر. تحداك يا شيخ، تنور الرياض، جاي لحالك؟ يا بعد الدنيا، ترى معي اثنين من العيال، اخويا درب تخابر انت، بو معاملة بالرياض انا بنخلصه، ومنه نجي نسلم عليكم.
أجل اسمع، الله يحييك، بكرة أنت وخياك عندنا بالفطور، جايبين شغالة على كيف كيفك جديدة، لا وأكلها نفس أكل منال العالم. آه يبجيك يا بعد سفدي. فمان الله، هلا والله. خير إن شاء الله، وش فيس؟ تستهبل أنت؟ قبل شوي جالس تطنز علي وتقول منال العالم وسمبوسة وتشي مدري وش، والحين تبين أطبخ لهم؟ ما راح أطبخ لهم. أقول تطبخين أنت ما تشوفين الدرب، تفهمين ولا ما تفهمين؟ ما راح أطبخ. ولا أنت تطبخين. سمي الغالية. سلمت. يما يبا عندي لكم مفاجأة. خير إن شاء الله، وش هي؟ فرحينا يا بنتي. حجزت لي ولكم لمدة 3 أيام على فندق مطل الحرم، خلص كل شيء، الحجوزات والسفر والتيكتس، كل شيء، كل شيء من اللابتوب. ما شاء الله عليك، سأنس الشاطرة شاطرة. الله يجزاك خير ويعطيك العافية، والله صار لي كم يوم قلبي متلهف على مكة، متى بنسافر؟ بكرة الصباح يمه. ما اسمعي عاد، قوموا جهز الشناطن أبو، شاء الله قوموا. تصرف يا حلو. قات حداس. أركت في ديتك. شكش حبيبي، مثلك عارف الدنيا مالها أمان، بدات البنات مالهم أمان، وأنا انحطيت بموقف بايخ. يا ابوي ما فهمت أي حاجة، إيش الهرجة؟ قدر الله علي إني عزمت ضيوف عندنا على الفطور باتر، المشكلة إن أهلي بيسافرون بكرة الصبح وجحدوني. طيب والمطلوب يعني؟ المطلوب إن أمك الله يطول بعمرها تطبخ لنا كذا أكل على الفطور، مانتو، يغمش، سمبوسة، القيمات، أي شيء، أهم شيء نزبن الضيوف، من باب إن الجار للجار. إيه سر يا أبو جار للجار، أمي حامل وتعبانة وما عندنا أكل. أنا أوريك تندم يا ورع. والله يا عامر إنك جيت في وقت غلط، شغلتها من حاشا اليوم وأمي نفسيتها تعبانة مرة، عساها تسوي فطور بكرة. يا عامر الله يهديك، مكبل الموضوع ومخلي من الحبة قبة. يا أخي روح لك لأي مطعم وطلب لهم يا أخي فطر الرجاجيل وانتهى الموضوع. يا ولد عيب، أعزم رجال على مطعم لازم أكل بيت. أكل بيت أكل بيت. يا اخي سهله بعد ذي، يا اخي يا اخي روح ادخل انستغرام يا اخي، حقين الاسر منتجه ذولي ولا اي طباخه تراهم طبخ بيت كذا. هذولي غاليين مره، حبه بسبوسه فوقها كذا ورده بلاستيك ب 15 ريال سلامات، وبالعربي انا مطفر مطفر. شوف ما دام اني انا تركي عندكم في الحاره هنا، انا اللي حفكر والحل عندي. وشو؟ فشلتون الله يفشلكم، هذا فطور نواجه فيه الضيوف. انا عن نفسي سويت اللي علي وزياده بعد. يا ابويا كرفتنا، عاد احمد ربهم، الجود من الموجود. جو يا عيال. يا هلا ومسهلا، يا هلا ومسهلا، تفضلوا الله يحييكم. حي الله ولد عمي صالح. حييك بجيك. وضيوفه سامحونا على قل الكلافه. يلا حيهم يلا حيهم. أركض بديتي. عنا شباب.